ما يقارب من 3/4 سكان العالم في سن العاشرة وما فوق يمتلكون هاتفاً محمولاً حسب التقديرات. يعاني ما يقارب من 1,300,000,000 بالغ من الذين تتراوح أعمارهم بين 30-79 عاماً في جميع أنحاء العالم من ارتفاع ضغط الدم. وبما أن الهواتف المحمولة تصدر مستويات منخفضة من طاقة الترددات الراديوية، لهذا ربطتها دراسات بارتفاع ضغط الدم بعد التعرض لها لفترة قصيرة. على مدار 12 عاما حلل فريق بحثي صيني بيانات أكثر من 200,000 بالغ تتراوح أعمارهم بين 37-73 عاما ولا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مع أسئلة تتضمن ما إذا كانوا يستخدمون مكبر صوت أو جهاز بلوتوث من دون استخدام اليدين حول ساعات الاستخدام والتاريخ العائلي المرضي. كل هذه الأسئلة في النهاية اكتشفوا أن الأشخاص الذين يقضون أكثر من 6 ساعات على الهاتف أسبوعيا لديهم خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 25% مقارنة بأولئك الذين يقضون أقل من 5 دقائق فقط في إجراء أو استقبال المكالمات الهاتفية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.